تستحق طولة البال والرواء والتفاهم. وثانيا المسألة بتتعلق بشخص بخصنا كلنا. قصدك حدا من عيلتنا؟ لذلك أرجوك تسمعني منيح وتخلي العقل هو اللي... عفوا بس حاسس كأنه بدك تحاضر علي أستاذ حسام. أعطيني من الآخر بخص مين؟ لينا. لينا بنتي؟ بسيطة والله. لخليها تندم على اليوم اللي ولدت فيه. لا يا دكتور أرجوك بترجاك، لينا تعرضت لجريمة، نحن لازم نستوعب الموضوع، وانت وعدتني وأنا صراحة تربويا ما فيني أخبي هيك قصة. أحلم أنا بلقاك. يا عديل شكراً على كل شيء عملته، بس اللي عندك طلب أخير، تعتبر الموضوع كأنه ما صار. يعني باختصار دورك أنت. بس أنا وعدت لينا أنه... أنه شو؟ أنه ما تكون مسؤولة عن تصرفاتها؟ أنه ما تتحاسب على السلوك المشين اللي عملته؟ لو سمحت، هذا الموضوع أصلاً مو شغلك. ترباية لينا مسؤوليتي أنا شخصياً. لا دكتور، أنا عم أطلب منك معروف أنك تساعدني مشان أوفي بوعدي إلها، مشان ما تفقد الثقة بكل الناس. كل المطلوب منك أنك تنسى الموضوع وكأنه ما حصل، ممكن؟ بس أنا وعدت أنه ما حدا ضايقها حتى ولو بنظرة. سيدي حصل خير، قلت لك الموضوع عندي. شكراً لجهودك والله معك. الله معك. كان ناقصني زبالة يا بنت الكلب. ألو، مساء الخير سيادة اللواء. الله يخليك. أنا عندي مشكلة. لا لا لا، مو كتير عويصة. هاي وصلتي من السفر. الله يسلمك. شو سيدنا، بتحب أجي لعندك ولا تشرفني؟ لينا! يا لينا! يمين يمين طبي الغراض. ايه لينا، هاي لينا. ليش طالع صوتك كل هالقد؟ شو في؟ خلي لينا وطلعي لبرا. ممكن تطلب مني هالشي بطريقة حضارية أكثر؟ شرفي انقلعي لبرا. هاي الطريقة الحضارية اللي بتفهمها مربية مثلك. انقلعي! ما
وانت الحمارة الثانية شو هذا اللي مساويتي ها؟ ليش قلتي لحسام؟ بابا حسام شو دخله هذا التافه؟ ليش ما قلتي لي؟ والله يا بابا انا حاولت لك بس انت كنت مسافر. بدك يا غبية شغلة مثل هي ما دخل ان كنت مسافر ولا عم بتحمم ولا نايم بتستنيني لتشوفيني وبتقولي لي مو بتروحي بتقولي لهذا التافه ولك انت هيك عم تهددي منصبي اذا انا ما عدت وزير مين بده يطعميكم مين بده يشربكم يا اولاد الكلب والله يا بابا انا حكيت له لانه قلت انه عمو حسام متفهم وما بيزلني لك بس هو زلني الي بعملتك هي بذنبك هاد فوق ذنبك الأساسي خليتيني مثل الزليل قدامه لك شو بدي أحكي معك روحي روحي نلعي غير وعيكي جاي لواء بشير ولا بتحكي له كل اللي صار لا بابا ما بقدر أحكي له ولك يا غبية ما بتحكي له اللي سويتي بتحكي له بس شو مواصفات الشاب أنا عندي رغبة أمسحك أنت وأمك بغشي هي يلا نقلي تحركي يا أولاد الكلب أنسي نينا أنا ما بحب أحرجك بس ضروري تتذكري إذا في شي تاني مهم ما حكيت ليها لا أبدا إذا في شي مهم تاني ما حكيت ليها اكتبي او احكي لوالدتك صدقني يا عمو والله حكيت لك كل شيء طيب اكتبي لي رقم نوراس والارقام الثانيه اللي حكى منها رفيقه روحي عمو روحي اكتبيهم وجيبيهم حياتي كلها ما تخيلت حالي وقف هالموقف اطمن انا راح اتابع الموضوع بنفسي بدك شيء تاني من لينا؟ لا 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 ابدا اذا احتجت شيء انا بحكي معك بالموبايل اخي ابو بشير ما بدي وصيك يا ريت هالقصه تضل بأضيق دائره ممكنه اطمن لينا مثل بنتي وسمعتها بتهمني مثل ما بتهمك شكرا لمشاعرك لينا فهميني ليش عم تبكي شو في بعدين ليش كان ابوك عم يصرخ عليكي وليش حكى مع ابو بشر وبعدين قطعك تحكي معه ما في شيء مهم يا مدام ما في شيء مهم ما في شيء بيعنيكي لأنه الموضوع ما له علاقة بالجمعيات الخيرية وأعمال الإحسان يا ربة الجود والكرم الموضوع ما له علاقة بالمقابلات الصحفية والحفلات والعزايم والشو اللي بلا طعمة اللي بتعمليه مشان يكتمل البرستيج تبعك هلأ ما رح رد عليك لأعرف شو القصة القصة ببساطة أنك ربيتي وعرفتي تربي ونعمة التربية والله لآخر مرة عم بسألك شوفي شبك لينا ليش ساكتة؟ فهميها لأمك إنك بنت لينا شو ما كانت القصة لا تخافي احكي لي ولا تخليني قلقاني عليكي